هلا everybody، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي وطلابي الغاليين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبحيي كل المامز والدارز اللي بيتابعونا على قناتنا المتواضعة، قناة دروس رياضيات مناهج اونلاين. طبعا لو لسه ما اشتركتش في القناة، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل طبعا لايك للفيديو ان شاء الله لو حسيت ان انت هتستفيد منه. هناخد لسن 2، هناخد اديشن ويز ريجروبنج. يا مستر يعني اديشن ويعني ويز ريجروبنج؟ بكل بساطة اديشن يعني جمع مع ايه؟ ويز ريجروبنج مع اعاده التجميع. اعاده ايه؟ التجميع. بعض الماميز طبعا هيسالني يقول لي مستر هو ايه الاديشن ويز ريجروبنج؟ يعني ايه جمع مع اعاده التجميع؟ بكل بساطه اللي هي بنطلع بالواحد، يعني كاري اب 1. يا مستر نفهم اكتر واحده واحده. لو قلت لك مثلا فور اكزامبل هنا 129 بلس 97، طيب تعال نعمل بلاس. طبعا هتقول لي ايه في الاكشوال نمبر؟ الاكشوال نمبر او الاكشوال ريزلت يعني الناتج الحقيقي، هتقول لي 9 بلس 7 ايكوالز 16. هتقول لي 6 كاري اب 1، يعني نطلع بال 1. هنا 9 بلس 1 10، 10 بلس 2 12، 2 كاري اب 1. طبعا ال 1 1 بلس 1 2، ما حدش قصاده، يبقى رايت 2. ده اسمه الاكشوال نمبر. اكشوال نمبر يعني الحل الحقيقي، ده الحل الحقيقي 226. طيب في حاجة اسمها استيميت. استيميت اللي هي التقدير، اللي هي ايه؟ التقدير. ازاي نعمل استيميت؟ اللي بص يا سيدي، انت عندك 129، تمام؟ باخد ايه؟ لاست نمبر، يعني اول نمبر ناحية ايه؟ ناحية ايدك الشمال او اللافت. بتشوف اللي جنبه، التو بخيلة ما تديش حاجة، صح؟ يبقى في الاخر التو دي تبقى زيرو والناين تبقى زيرو، يبقى 100. اهو كتب 100. تعال نشوف هنا الناين، روح للي جنبه 7، كريمه 7 ولا مش كريمه؟ كريمه هتديها 1، بقيت 10 ودي بقت 0، 10 يبقى كده بقيت 100. 100 بلس 100 200. يبقى النمبرز ار راوندد تو ذا نيرست. عملنا راوندنج للناس اللي فاكره الراوندنج اللي هي الكريمه والبخيله. طبعا يا مستر احنا مش فاهمين منك اي حاجه خالص. طيب تعال نفهم كده واحده واحده، هنخش على الاكسرسايز على طول وهتفهم كل حاجه. ازاي تعمل اديشن ويز ريجروبنج مع اعاده التجميع؟ يبقى اديشن ويز ريجروبنج معناها جمع مع اعاده التجميع، اللي هي كاري اب 1 اللي بنعمل فيها كاري اب 1، او اللي هي بالبلدي كده بنطلع بالواحد. تمام. يلا نكمل ان شاء الله. باذن الله المنهج بتاعنا هيكون شعار ان شاء الله السنه دي ايزي بيزي ليمون سكويزي، يعني سهل جدا باذن الله. وامشي معايا خطوه خطوه وابنك هيبقى متميز جدا جدا في ماده الماث. اوكي يلا نكمل. جهز كتابك معايا، طبعا كتاب المعاصر اكسرسايز نمبر 7 او ليسون 2. هناخد اديشن ويز ريجروبنج، جمع عدد التجميع. طيب بكل بساطة بيقول استيميت يوزنج راوندينج التقريب. أول ما أسمع كلمة راوند بيجي في دماغي الكريمة والبخيلة. تو ذا نيرست إيه؟ 10. فايند ذا إكزاكت أنسر، يعني أنا عايز منك الناتج الحقيقي وعايزك تعمل لي تو نيرست 10. قلت له سهلة جدا، فيري فيري إيزي. تعال نبدأ كده، هنا نعمل بلس عادي، نجيب الأكشوال نمبر. هنا أقول 9 بلس 2 إيكوالز 11. لا مش هكتب ال 11 يا مستر، رايت 1 كاري اب 1. 1 بلس 1 2، 2 بلس 3 ايكوالز 5، يبقى 51. ده الاكشوال نمبر او الاكشوال ريزلت او الاكزاكت انسر او الناتج الحقيقي، يعني الناتج ايه؟ من غير ما العب ولا اقرب ولا اعمل استيميت ولا راوندنج ولا اي حاجه. طب لو انا هو عايز تورين نيرست 10، ال 10 هي من ستار ال 10، نروح للي جنبها نحذفها ونشوف ال 9 كريمه ولا بخيله. ال 9 كريمه تدي ايه؟ ال 1 ياخد 1 يبقى 2، يبقى كده 20. بعد كده cancel 2 بوت 0، ما هدي التنس. هنشوف اللي جنبه 2 تدي حاجه ل 3، لا يبقى 30. 20 بلس 30 كده 50. ملاحظين ان ال 50 قريبه من ال 51، ده الاكزاكت انسر يعني او الاكشوال انسر الناتج الحقيقي، لكن ده الناتج المقرب. الناتج ايه؟ المقرب. طب مستر احنا مش فاهمين منك كويس لحد الان، لحد الان مش فاهمين. طب نعمل ايه؟ نفهم اكتر، يلا بينا. ليتر بي بيقول لي انا عايز تو نيرست 10، ادي لك التنس اهي ال 5. الكنسل اللي قدامها ال1 وبوت 0. طب ال1 يدي حاجه لل5؟ لا، يبقى اللي خلاص ال1 بقي 0 وال5 زي ما هي، ونكتب ال3 زي ما هي. بعد كده التنس اهي، ما انا بحدد اول حاجه التنس، هو قال لي تو نيرست 10. بشوف ال6 دي اكنسلها، بوت 0 كريم ولا بخيل؟ ال6 6 كريم تدي ال8 1، ال8 لما تاخد 1 هتبقى 9، يبقى 2 9 0. نعمل بلس عادي، 0 بلس 0 0، 5 بلس 9 14. وي دونت رايت طبعا 14، مش هنكتب ال 14 كلها، وي رايت 4 كاري اب 1 على 3، 3 بيكمز 4، 3 لما تاخد ال 1 بيكمز 4 هتبقى 4، 4 بلس 2 ايكوالز 6، 640. ده الايه؟ الاكزاكت انسر او طبعا ده ايه؟ الاستيميشن او تو ذا نيرست 10 لما قربناه. طبعا هذا الاكشوال نمبر او الاكشوال انسر او ال 1 بلس 6 7، 5
5 بلس 8 طبعا 13 3 كاري اب 1 دي تاخد 1 3 بلس 1 4 4 بلس 2 ايكوال 6 يبقى دي 637 ده الاكشوال اكزاكت انسر لكن دي 640 بالاستيميشن. تمام تمام لسه مستر ما فهمناش كويس برضو لسه انت عايزك تفهمني اكتر واكتر انا مش عارف لا لازم تفهمني اكتر واكتر طب ركز معايا يلا نعمل بلس الاول عادي من غير ما نعمل استيميشن استيميت اول ما يقول لك استيميت او راوندينج يبقى دي الكلمه اللي بخيل بس الاول تعال نجيب ايه الاكزاكت انسر 8 بلس 1 9 7 بلس 2 9 5 بلس 1 6 هنا 1 بلس 4 5 ده الحل الطبيعي. طب تعال نعمل تورنيرست ايه 10 يجي ابنك عند ال 10 اهي ويكنسل اللي قدامها وبوت زيرو تمام يبقى ال8 تدي 7 ولا ما تديش ال8 كريم احنا قلنا النمبرز البخيله 0 1 2 3 4 دي النمبرز البخيله لكن النمبرز الكريمه 5 6 7 8 9 اوكي اوكي انا اللي بتكلم فيه ده ابنك لو فهمه خلاص كده فهم اللسن بتاعنا خلاص مفيش اي مشكله تانية. تعال بعد كده نعمل ايه 2 ذا نيرست 10 هنا 7 10 سمستر كنسل ال8 بوت 0 ال8 تدي حاجه لل7 ايوه عشان ال8 كريمه جميله يبقى ال7 becomes 8 يبقى 1 وبعد كده 5 7 خلاص بقت 8 وده ال8 بقى becomes 0 بقت 0 وهنا نروح لل10 ال2 كنسل 1 بوت 0 ال1 يدي حاجه لل2 بخيل يا 1 انت وحش يبقى مش هيدي حاجه يبقى 4 1 2 and 0 نعمل بلس عادي first is first الاول مع الاول 0 plus 0 equals 0 8 plus 2 equals 10 0 carry up 1 5 plus 1 equals 6 6 plus 1 equals 7 1 plus 4 equals طبعا 5 اوكي اوكي اظن سهلت كده اكيد احنا فهمناها كويس جدا جدا لسه مستر ما فهمناهاش كويس جدا جدا فهمني اكتر في exercise number 2 قلت له ماشي يلا estimate اول ما نسمع كلمة estimate يعني قدر او قدر using rounding ايوه دي هي اللي بدور عليها rounding يبقى اول ما تيجي تسمع كلمه rounding حبايبي الشطار يبقى دي معناها الكريمه والبخيله to the nearest 100 يبقى هنعمل نفس اللي احنا عملناه بس المره دي 100 يا مستر انت هتفضل تحل لنا كل حاجه لا طبعا مش هحل كل حاجه انت لازم تحل لوحدك بعد كده هسيب لك حاجات تحلها لوحدك بس انا بفهمك عشان تفهم وبعد كده تكمل لوحدك لان لو حليت كل حاجه الفيديو هيبقى طويل جدا 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 وهتزهقوا مني حبايبي الشطار مش عايزكم تزهقوا مني وتكرهوا ماده الماث اوكي اوكي تعال نبدا نجيب الاكزاكت انسر 6 بلس 9 ايكوالز 15 طبعا مش هكتب 15 كلها 5 كاري اب 1 2 بلس 1 3 طبعا 15 ما ينفعش نكتب 15 كلها هنكتب الفيرست نمبر 5 وال1 ده دايما نعمل له كاري اب فوق اللي بعده 2 بلس 1 3 3 بلس 8 equals 11 11 1 carry up 1 7 plus 1 equals 8 اللي ما حدش قصده write 8 هو عايز to nearest ايه to nearest 100 يبقى روح لل 100 انت 100 جميله 7 ان كانسل اللي قدام هدول كلهم بوت زيروز طب ال 2 تدي حاجه لل 7 لا ال 2 بخيله ما تديش حاجه لل 7 يبقى دي بقت 700 هنا ال 100 ال 100 مش موجود يا مستر حط مكانه 0 لما يكون مش موجود حط مكانه 0 يروح للي جنبه ال 8 طبعا كانسل 8 اد 9 بوت 2 زيروز ال 8 كريمه ولا بخيله كريمه تدي 0 1 يبقى 0 1 يبقى becomes 1 1 وخلاص دول بقوا زيروز يبقى 100 0 plus 0 0 0 plus 0 0 7 plus 1 equals 8 يبقى 8 800 let's complete هنحل معكم letter B هسيب لكم letter C طب مستر ما تحل لنا letter C الصعبة وتسيب لنا letter B السهلة قلت لكم ماشي يلا هنبدأ هنا نعمل actual number طبعا هتقول 2 plus 4 equals 6 6 plus 8 equals 14 ما نكتبش 14 كلها write 4 carry up 1 حاول ابنك يحاول يعني يحاول يتكلم انجلش 6 plus 8 equals 14 write 4 write 4 يعني اكتب ال 4 carry up 1 7 لما اكلت 1 بقت كام؟ بقت 8 becomes 8 8 plus 3 8 plus 3 mister equal 11 write 1 carry up 1 لان 11 مش هينفع اكتب 11 كلها write 1 carry up 1 1 carry up 1 هنا على 4 4 plus 1 5 5 plus 1 equals 6 3 plus 2 equals 5 56,146 اوكي اوكي تعال نعمل ايه rounding to nearest 100 اديك ال 100 يا مستر cancel 2 cancel 6 but 2 zeros 6 كلمه تدي 1 ل 7 becomes 8 يبقى 3 4 8 0 0 بعد كده هنا ال 103 ل 1 ل 3 becomes 4 ودول خلاص بقوا zeros 2 zeros بعد كده ال 3 becomes 4 and 21 اوكي نعمل بلس عادي 0 بلس 0 0 0 بلس 0 0 8 بلس 4 12 2 carry up 1 4 بلس 1 5 5 بلس 1 equals 6
3 plus 2 equals 5 اوكي 56200 يا رب تكون فهمناها كويس يا حبايبي الشطار هسيب لها لكم هوم وورك يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا عشان يبقى فهمنا الدرس كله ليسن سهل بسيط جدا جدا شعارنا ايه ايزي بيزي ليمون سكويزي يلا يلا هنا حبايبي طبعا اكسرسايز نمبر 3 استيميت برضو قدر يوزنج راوندينج باستخدام الكلمه والبخل الراوندينج اللي هو التقريب تو نيرست ايه 1000 يبقى مستر خلاص انت مش هتحل معانا غير الليتر اي فين ال 1000 اول حاجه نشوف استوى حتى بتعمل بلس 5 بلس 9 نجيب الاكزاكت انسر اكزاكت انسر يعني النتيجه بالظبط او الناتج بالضبط 5 بلس 9 14 هنكتب 14 لا وي رايت 4 كاري اب 1 ال 5 لما اكلت 1 هم بيكام 6 6 بلس 0 ايكوال 6 3 بلس 8 ايكوال 11 1 كاري اب 1 3 بلس 1 ايكوال 4 4164 هنا تعالى نعمل الاثنين طبعا تو نيرست ايه 1000 ال 1000 اللي هي 3 كانسل 5 كانسل 5 كانسل 3 طبعا هيبيكام زيروز هيبقوا زيروز ال 3 كريم ولا بخيله بخيله مش هتدي حاجه لل 3 بس زي ما هي ما خدتش حاجه ودول بيكام 3 زيروز تعالى هنا ال 1000 مش موجود بوت زيرو مكانه مش موجود بوت زيرو هنا ال 8 طبعا كانسل 8 كانسل 0 كانسل 9 بوت 3 زيروز ال 8 هنا كريمه تدي 0 1 الزيرو اللي ماخد 1 خلاص بيكامز 1 1 ويبقى طبعا قدامه 3 زيروز يبقى رايت 3 زيروز هنعمل بلس عادي 0 بلس 0 0 0 بلس 0 0 0 بلس 0 0 0 بلس 1 ايكوالز 4 4 ثاوزند ملاحظين ان دايما الاكزاكت نمبر او الاكزاكت انسر بيكون قريب من الاستيميشن من التقدير تمام ليتر بي ليتر سي سهله جدا خلاص فهمناها وهنا طبعا الاكسرسايز نمبر 4 بيقول لي راوند اول ما اسمع كلمه راوند يبقى دي الكريمه والبخيل عرف ابنك كده دي الكريمه وايه والبخيل هي معناها راوند يعني قرب لكن احنا بنفهمها او بنعلمها ابنائنا الشطار لما يسمع كلمه راوند يعني المقصود بها يفتكر حاجه اسمها الكريمه والبخيله وهي التقريب استيميت ذا سامز ذن سولف ذا بروبلمز تو فايند ذا اكزاكت انسرز شو يور ورك تعال نبدا هنا بيقول لي اعمل كده بلس عادي اول حاجه اعمل بلس عادي زي ما نفس الفكره هي بس هنا قال لي راوند تو استيميت ذا سامز يعني انت قال لك راوند ما حددتش ما قالكش راوند تو ذا نيرست 100 تو ذا نيرست 1000 انا بكل بساطه هعمل راوندنج تو ذا نيرست اخر نمبر هنعمل اخر نمبر كده هشوف اللي جنبه كريم لو ما حددتش خد اخر نمبر وشوف اللي جنبه كريم ولا بخيل بس كده تمام تمام يعني بس خلي بالك من حاجه انت لو عملت اللي فوق توب نمبر تو ذا راوند راوندنج تو ذا نيرست 100 يبقى تعمل اللي تحته 100 برضه لو عملت اللي فوق 10 تعمل اللي تحته 10 تمام تمام ماشي تعال نبدا مستر كده واحده واحده ونشوف اول حاجه نعمل بلس 3 بلس 4 7 رايت 7 9 بلس 9 18 8 كاري اب 1 5 بلس 1 ايكوال 6 6 بلس 1 ايكوال 7 طب تعال يا مستر كده نكمل واحده واحده تعال نعمل راوند تو ذا نيرست 100 ال 100 هنا ال 5 كانسل 9 كانسل 3 بوت 2 زيروز ال 9 كريمه والبخيله 9 كريمه تدي 5 1 بيكام 6 600 واحد قال لي مستر طب انا عملت راوند تو ذا نيرست 10 عادي قلت له عادي مفيش مشكله هنا تعال نشوف ال 100 ال 100 هنا ال 1 كانسل 4 كانسل 9 بوت 2 زيروز طب يا مستر هنا ال 9 كريمه تدي ال 1 بيكام 2 يبقى كده 200 600 بلس 200 ايكوالز 800 تمام افرض انا ابني عمل تو ذا نيرست مثلا 10 مفيش مشكله يعمل اللي هو عايزه طب هنا هيعمل تو نيرست 10 تعال ناخده هنا طبعا اللاست نمبر طبعا ال5 يبقى خلاص تو نيرست 100 دي 1 10 100 طب هنا 100 زي مستر عملت تو نيرست 100 يبقى تعمل زيها تو نيرست 100 في اللي تحت تعال نعمل نجيب الاكزاكت انسر الاول 9 بلس 2 11 1 كاري اب 1 7 بلس 1 8 8 بلس 6 ايكوالز 14 4 كاري اب 1 5 بلس 1 ايكوالز 6 تعال هنا نعمل تو نيرست 100 ال5 ال100 اهي كانسل 7 كانسل 9 بوت تو زيروز ال7 تدي الويت طبعا تدي ال5 بيكام 6 600 وهنا طبعا 100 هنا مش موجوده بوت 0 ال6 تدي ال1 ال0 بيكامز 1 1 وطبعا ال6 و2 بيكامز 2 زيروز 600 بلس 100 ايكوالز 700 تمام يا حبايبي الشطار يلا نكمل ليتر سي وهسيب لكم دول تحلوهم هوم ورك لوحديكم هنا طبعا هعمل تو ذا نيرست 1000 لان اخر حاجه عندي 1000 يبقى تعمل زيها 1000 بس تعالى نعمل بلس نجيب الاكزاكت انسر الاول 5 بلس 2 ايكوالز 7 7 بلس 6 ايكوالز 13 3 كاري اب 1 9 بلس 1 ايكوالز 10 0 كاري اب 1 3 بلس 1 4 4 بلس 8 ايكوالز 12 رايت 12 ده الاكزاكت انسر طب تعالى نعمل راوندنج تو ذا نيرست 1000 ال 1000 هنا 3 كانسل طبعا 9 7 5 بوت 3 زيروز طيب بعد كده ال 9 كريمه تدي ال 3 1 بيكامز 4 تعال نشوف اللي بعده هنا طبعا ال 8 بوت 3 زيروز قدامها 3 زيروز عشان خلاص احط مكانه 3 زيروز ال 0 مش هيديها حاجه يبقى 8000 هنعمل بلس 0 بلس 0 0 0 0 4 بلس 2 ايكوالز 12 يبقى 12000 يبقى الاكزاكت انسر قريبه من الاكشوال انسر تمام ليتر دي طبعا حلوها ليتر اي ليتر اف
مفيش أي مشكلة، ويلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعي. هنا طبعا حبايبي الغاليين اكسرسايز نمبر 5 بيقول لي فايند ذا اكزاكت سام. أول حاجة أنا عايز الاكزاكت سام يعني الناتج بالضبط، يعني تعمل بلس عادي. بعد كده استيميت يعني قدر يوزنج راوندنج از اكزامبلز. طبعا يا مستر احنا أول حاجة نجيب البلس عادي، بعد كده نعمل استيميت. طب أنا يا مستر استيميت أعمل 2 نيرس 10 ولا 100 ولا 1000 ولا إيه؟ دايما الاستيميت كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يعني أنا نفترض ابني هنا جاب 2 ذا نيرس 10، واحد قال لك لا انا هنا هعمل 2 ذا نيرست 100، واحد قال انا هعمل 2 ذا نيرست 1000. براحت ابنك جدا، يعني حل براحته في الاستيميشن. استيميشن تقدير، يعني هو تقديره ممكن يبقى تقديره قريب او بعيد مش مشكله. هو دايما عشان نريح دماغنا وابنائنا ما تلخبطوش بنعمل 2 ذا نيرست لاست نمبر. باخد اخر ايه اللاست نمبر، اخر واحد هنا ذا لاست نمبر ال1. طبعا ال1 تعال بقى اول حاجه بس نجيب الاكزاكت انسر يعني الناتج بالظبط، او ال7 فيرست از فيرست، 7 بلس 9 ايكوالز 16، 6 كاري اب 1، و 6 بلس 1 7، 7 بلس 1 ايكوالز 8، 86. طيب كده جبنا الاكزاكت انسر يعني الناتج الحقيقي بالظبط. تعالى نعمل استيميت، هقول ايه كانسل 7 بوت 0، 7 ادي حاجه لل1 ايوه بيكمز 20. بعد كده كانسل 9 بوت 0 تدي حاجه لل6 9 ايوه بيكمز 70، 20 بلس 70 ايكوالز 90. تمام ده ايه طبعا الاستيميشن انسر او الاجابه المقربه. طب افرض انا ابني طبعا كل واحد يقدر زي ما هو عايز. طبعا هنا عشان ما فيش غير تو نمبرز فعشان كده عملنا تو نيرست. طب انا هنا انا ممكن اعمل هنا تو ذا نيرست 100 او ممكن اعمل تو ذا نيرست 1000، براحتي جدا جدا ابنك يعمل اللي هو عايزه. بس الشرط الاساسي ان هو يعمل، لو عمل ده تو ذا نيرست 1000 يعمل ده تو ذا نيرست 1000، لو عملت تو ذا نيرست 100 يبقى يعمل ده تو ذا نيرست 100. تمام تمام بس تعالى نجيب الاكزاكت انسر، يهمني بس الاكزاكت انسر ابني يكون فاهم كويس ان هو ازاي يعمل كاري اب 1. 4 بلس 8 ايكوالز 12، فاخد فيرست ويز فيرست. طب يا مستر 12 هكتب 12 كلها؟ لا، رايت 2 كاري اب 1. 2 لما اخذت 1 بيكمز 3، 3 بلس 8 ايكوالز 11، 1 كاري اب 1. 4 بلس 1 5، 5 بلس 5 10، 0 كاري اب 1. 2 بلس 1 3، 3 بلس 4 ايكوالز 7، يبقى 7012 ده الاكزاكت انسر. طب تعالى يا مستر نعمل استيميشن. طبعا واحد قال لك يا مستر انا هاخد ال 4 2 ذا نيرست 1000، طبعا كانسل 5 8 4 بوت 3 0. قلت له ماشي. طيب ال 5 تدي حاجه لل 4؟ ايوه ال 5 كاري، ما تدي حاجه لل 4 يبقى كومز 5. تعالى اللي بعده كانسل 8 كانسل 2 كانسل 4 بوت 3 0. يسال نفسي ال 4 تدي حاجه لل 2؟ لا لا بخيله، يبقى رايت 2. 5000 بلس 2000 ايكوال 7000. ملاحظين ايه حبايبي الشطار؟ ملاحظين ان دي قريبه من دي، يعني فرق بسيط. دايما الاكزاكت انسر لو كان قريب من طبعا الاستيميشن انسر يبقى بكل بساطه بيكون ده اكسبت، يعني مقبول، تقدير مقبول. ما ينفعش مثلا ابنك ايه يكون مثلا البلس عمله 7000 يروح يعمل الاستيميشن مثلا 9000، احس ان هي بعيده جدا، يبقى ده نوت اكسبت. طبعا هنا ليتر اي حبايبي الشطار. طبعا تعالى هنا طبعا بص كويس، هنا 175,684، هنا 225,749. هنبدا هنا نعمل ايه بلس عادي مفيش اي مشكله، 9 بلس 4 13، 3 كاري اب 1، 8 بلس 1 9، 9 بلس 4 ايكوال 13، 3 كاري اب 1، 7 بلس 7 ايكوالز 14، 4 كاري اب 1، 5 بيكم 6، 6 بلس 5 11، 1 كاري اب 1، 7 بلس 1 8، 8 بلس 2 ايكوالز 10، 0 كاري اب 1، 1 بلس 1 2 محدش قصاده رايت 2، يبقى 201,433. تعالى نعمل استيميشن. طب ملاحظ ان هنا دي 10,000، يبقى نعمل استيميشن تو 10,000 وبوت مكان دول ايه 4 زيروز. طب هنا ال 5 تدي حاجه لل 2؟ ايوه 2 بيكم 3 يبقى 30,000. تعال نشوف هنا، خلي بالك هنا بقى تعمل تو نيرست 10,000 او تروح تاخد ال 1، لا لان ال 100,000 لان ده بيزيد 1 نمبر عندها. في الحاله 10,000 ده هي 7، كانسل 5 كانسل 6 كانسل 8 بوت 3 4 زيروز. تمام 4 زيروز، ال 8 تدي 7 ايوه تدي لها بيكمز 8 وبعد كده ايه 1. تمام تمام يلا نكمل نعمل بلس. 0 بلس 0 0، 0 بلس 0 0، 0 بلس 0 0، 0 بلس 0 ايكوال 0، 8 بلس 3 ايكوال 11، 1 كاري اب 1، 1 بلس 1 ايكوال 210,000. طبعا قريبه من 201,000. يلا نكمل لتر جي، مفيش مشكله ابنك يعمل استيميشن زي ما هنا. لتر جي طبعا نفس الفكره هي هي، هنعمل بلس عادي، 5 بلس 5 ايكوالز 10، 0 كاري اب 1، 3 بلس 1 ايكوالز 4، 4 بلس 6 ايكوالز 10، 0 كاري اب 1، 0 بلس 1 1، طبعا 1 بلس 9 ايكوالز 10، 0 كاري اب 1، 6 بلس 1 7، 7 بلس 3 ايكوالز 10، 0 كاري اب 1، 8 بلس 1 9، 9 بلس 2 ايكوالز 11، 1 كاري اب
1 طبعا هنا 9 بلس 1 ايكوالز 10، 10 بلس 1 ايكوالز 11، يبقى كده حبايبي شطار 1,110,000. تعال نشوف هنا الاستيميشن. طبعا واحد قال لك يا مستر انا ممكن اعمل استيميشن هنا، هاخد دي طبعا ايه 1000 واعمل استيميشن. واحد قال لك انا ممكن اخد ايه ال 100,000، كل واحد يعمل زي ما هو عايز مفيش مشكله. طب تعال نبدا هنا نكمل مفيش مشكله، تعال خليه هنا على 3. طب 3 اللي هي عباره عن 1000، انها تروح لل 9 طبعا ال 9 كلمه تديها 1 becomes 4، يبقى 1 2 4 طبعا هنا becomes 3 zeros. هنا ال 6 هتروح لل 0 ما يديهاش حاجه، يبقى 9 8 6 زي ما هي 0 0 0، بنعمل بلس عادي 3 zeros. بعد كده هقول 4 plus 6 10 0 carry up 1، 8 plus 1 9 9 plus 2 equals 11 1 carry up 1 9 plus 1 10 10 plus 1 equals 11 1 million طبعا ايه 110,000 1 million 110,000 تقريبا نفس الاكزاكت انسر لتر بي لتر دي لتر اف لتر اتش. حلو بنفس الفكره حبايبي الشطار. يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز هنا حبايبي الشطار. اكسرسايز نمبر 6 بيقول لي كومبليت. كومبليت يعني اكمل. طبعا هنا بايه هنحل طبيعي بلس عادي مفيش مشكله. first with first الاول مع الاول، هقول 4 plus 9 4 plus 9 equal 13 right 3 carry up a 1 على 4. الفور لما اخذت 1 becomes 5 بقت 5، 5 plus 2 equals 7. بعد كده 5 plus 0 equals 5. بعد كده نعمل كوما. بعد كده 2 plus 1 equals 3. بعد كده 9 plus 3 equals طبعا 12، right 12 يبقى 12,000 طبعا 123,573. next one letter B. مش هحل غير letter B معاكم في الاكسرسايز ده لانه سهل جدا وبسيط جدا جدا لاننا بنعمل بلس عادي. هقول 9 plus 2 equals what equals 11 1 carry up 1. طبعا هنا 6 becomes 7، 6 لما اخذت 1 becomes 7، 7 plus 3 equals 10 0 carry up 1. طب يا مستر ال 1 المفروض انا اكتبه هنا مفيش حد بعده مفيش مشكله ممكن نكتبه هنا 1 plus 5 equals 6 يبقى 601. تمام سهله جدا وبسيطه جدا جدا جدا. ويلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا على اكسرسايز نمبر 7. هنا اكسرسايز نمبر 7 بيقول لي find the sum compare، يعني عايزك منك تجيب لي the sum يعني المجموع. compare وقارن، يعني اول ما اسمع كلمه compare يعني قارن اكبر منه اصغر منه و equals يبقى greater than or less than or equals. هنا طبعا ابنك لازم يعمل بلس الاول، لازم يشوف الاول النمبرز دول كام الصم بتاعهم كام. هقول 5 plus 7 equals what 5 plus 7 equals 12 2 carry up 1 1 plus 1 is 2 2 plus 6 equals 8 دول 82. نفس الفكره هنا هيعمل بلس لدول، هيقول 8 plus 3 equals 11 1 carry up 1 4 plus 1 is 5 5 plus 3 equals 8 هنا 81 وهنا 82 يبقى 1 which one is bigger يبقى كده 82. تمام تمام سهله جدا very easy easy سهله جدا. يبقى كل اللي عليك ابنك هيعمل بلس عادي مفيش مشكله ويعمل هنا بلس ويشوف البيج نمبر. تمام next one هحل معاك letter C مفيش مشكله وانت طبعا هتكمل دول لوحدك. الحل موجود في الشيت الصغير بتاع كتاب المعاصر. هنا اقول 4 plus 9 طبعا عشان الفيديو ما يطولش مننا ويبقى ممل شويه. هنا 4 plus 9 4 plus 9 equals 13 3 carry up 1. ال 1 نحط ممكن رايت 1 على 8 او احطه على 7 مفيش مشكله. 8 plus 1 كده بقيت 9 9 plus 7 9 plus 7 equals 16 6 carry up 1 again. مره ثانيه 9 plus 1 is 10 10 plus 0 is 10 طبعا رايت 0 carry up 1 3 plus 1 equals 4 4 plus 1 equals 5 دي 5063. هنا نعمل برضو بلس 4 plus 7 11 1 carry up 1 1 plus 1 is 2 2 plus 9 11 1 carry up 1 foil 1 1 plus 1 2 2 plus 8 equals 10 0 carry up 1 على 4 4 plus 1 5 طبعا فيش حد وصلها right 5 دي 5011 دي 5063 يبقى which is bigger طبعا اكيد 5063 لان دي 5 5 0 0 هنا 6 هنا 1 يبقى 6 is bigger. تمام تمام طبعا هكمل ابنك دول مفيش مشكله فيهم very easy طبعا سهله جدا. يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعي. هنا اكسرسايز نمبر 8 بيقول لي answer the following problems، يعني قدامك مسائل كلاميه وعايزك تحلها. قلت له عادي مفيش مشكله. احمد اند عمر، واحد اسمه احمد واحد اسمه عمر، participated شاركوا in a project في مشروع. احمد بيد احمد دفع 3,442,650 pounds، يعني واحد فيهم دفع 342,650 pounds يعني جنيه. and عمر بيد طبعا عمر بيد دفع كام 245,950 pounds. find the total. اول ابني ما يسمع كلمه total يبقى هيعمل بلس على طول من غير ما افكر، هيقول 342
2,650 plus طبعا next number هنا ايه 245,950 اوكي وبيعمل بلس عاد 0 بلس 0 فيرسس 0 0 بلس 0 از 0 بعد كده 5 بلس 5 از 10 0 كاري اب 1 9 بلس 1 از 10 10 بلس 6 16 6 كاري اب 1 طبعا 5 5 بلس 1 6 6 بلس 2 ايكوالز 8 بعد كده 4 بلس 4 ايكوالز 8 نيكست 1 3 بلس 2 از 5 يبقى كده دفعوا كلهم على بعض طبعا 588,600 طبعا يعني جنيه تمام تمام يا رب تكون فهمناها كويس جدا جدا. بيقول لي مازن بوت لابتوب, واحد اسمه مازن بوت اشترى لابتوب لابتوب فور 8250 باوندز بكام؟ ب 8250 باوندز. اند موبايل, واشترى كمان موبايل فور بكام يا عم؟ قال لي 5750. هاو ماتش ماني ديد مازن بي؟ مازن هيدفع قد ايه؟ قلت له خلاص هيدفع ثمن اللابتوب وثمن الموبايل, يبقى كده هقول 8250 بلس طبعا 5750 وعملهم بلس عادي. هنا هو 0 بلس 0 is 0, 5 بلس 5 is 10, 0 carry up 1, 7 بلس 1 equals 8, 8 بلس 2 10, 0 carry up 1, 5 بلس 1 is 6, طبعا 6 بلس 8 equals 14, يبقى 14,000. يبقى عمنا مازن ده هيدفع 14,000 pounds يعني جنيه. تمام تمام اوكي. نيكست وان طبعا بيقول لي هبه بوت موبايل, واحده اسمها هبه اشترت موبايل, بوت يعني اشترت ما موبايل 21,675 اوكي باوند طبعا اللي ايدي اختصار لكلمه باوند. اند اللابتوب كمان اشترت لابتوب, خبري كلهم بيشتروا موبايلات ولابتوبات ماشي مش مشكله فور 18,325. هاو ماتش ديد هبه باي؟ برضه دفعت كام هبه؟ هقول له هاخد 21,675 بلس 18,000 طبعا 325 وابنك هيعملهم بلس عادي ما فيش اي مشاكل زي ما هو متعود. يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا. اوكي اوكي هنا اكسرسايز ليتر طبعا ليتر دي بيقول لي اف 273 شيبس, عندك في 273 شيبس سفينه يعني باث ثرود ذا سويس كانال يعني حاور قناه السويس ان جانيوري اند 375 شيبس crossed in February طبعا عدوا في February. find the total, اول ما اقول لي total sum اي حاجة من دي يبقى اعمل plus على طول, ابنك يعمل plus يبقى اقول 273 plus طبعا next one هنا 275 ويعمل plus عادي ابني ما فيش مشكلة 3 plus 5 8 and 7 plus 7 14 4 carry up 1 2 plus 1 is 3 3 plus 2 is 5 okay okay next one هنا بقول لي a bridge of ants consists of 142 ants يعني بيقول لك ان في برج كده او زي اللي قدامكم ده عملوا ايه النحل عمل ايه بريدج يعني كوبري كده مع بعض of ants من نحل consists يحتوي of 142 ants and another bridge consists of 165 ants يعني في كمان شعل ده ممر تاني او زي الكوبري كده في 165 ants. how many ants are there in the two bridges together ابنك لما يسمع كلمة together كلمة سهو كلمة sum كلمة دي كلمة total دي يحفظهم كويس اول ما يحفظ يسمعهم توتال ولما يسمع كلمه توجذر الكلام ده اول ما يسمعه يعمل بلس من غير ما يفكر يبقى لما يسمع سام توتال توجذر يعمل بلس على طول اوكي يبقى ياخد بلس هنا 142 بلس طبعا انا عايز اخلص بسرعه لان وقت الفيديو بيطول 165 يعمل بلس عادي 2 بلس 5 7 4 بلس 6 11 1 كاري اب 4 لا سوري هو 4 بلس 6 is 10 0 كاري اب 1 1 بلس 1 is 2 2 بلس 1 equals 3 بس 307 النمبرز بتاع النمل هيكون 307 اوكي. the country has provided a vaccination vaccination اللي هو اللقاح يعني عملت ايه اتاحت لقاح against the coronavirus اتاحت لقاح ضد coronavirus طبعا ايه in the first stage في المرحلة الأولى عملوا ايه وزعوا على people على الناس 1,653,465 طبعا people طبعا من الناس were vaccinated and 3,312,447 in the second stage يعني عملوها مراحل عملوا لقاح للناس في المرحلة الأولى عملوا 1,653,465 وسكند ستيج في المرحلة الثانية طبعا عملوا 3,312,447 بقول لك what is the total احنا قلت لك اول ما تسمع كلمة total تعمل ايه بلس يبقى ناخد الفيرست نمبر اللي هو 1 مليون بعد كده 653,465
plus طبعا second number 3,312,447 هتعمل بلس عادي مفيش مشكله ابنك هيعمل بلس. انا عارف ان هو بيج نمبر لكن بالنسبه له سهل جدا. first is first second is second ويبدا يحل مع نفسه عشان وقت الفيديو ما اطولش مننا. يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا. هنا طبعا اكسرسايز نمبر 9 بيقول لي راوند يعني قرب to estimate the sum وقدر المجموع then solve the problem. اول ما اشوف كلمه راوند يعني ده الكريمه والبخيله. طيب find the exact sum وعايز النمبر الحقيقي show your steps يعني اعمل خطوات. طب تعال نفهم كده السؤال عايز ايه. بيقول ساندرا واحده اسمها ساندرا collected جمعت 139 cans to recycle عشان تعمل لها recycle اعاده تدوير. هانا طبعا هي اسمها هي هاني هانا collected كان اسمها هانل كولكتد واحده اسمها هانل تقريبا او مش شايف كويس معلش التصوير مش جايب معايا كويس. اوكي هاني او هانل اوكي نو بروبلم. لو كانت دي اي يبقى هاني لو كانت او يبقى هانل. يبقى هاني كونكت كولكتد جمع 242 كانز. هاو ميني كانز وير كولكتد عدد الكنز اللي جمعوها كام؟ اكيد هعمل بلس صح ولا لا؟ يبقى هنا بس هنا عايز راوند تو ذا نيرست 10 راوند تو ذا نيرست 10 بدل تو ذا نيرست 10 يعني اعمل ايه؟ الاستيميت الاستيميت تعمل 2 ذا نيرست 10 اللي 3 هنا هات 10 ال 9 كلمه تديها 1 ودي تبقى 0 يبقى 140 بلس طبعا نفس الفكره 210 ال 10 اللي هي ال 4 42 طبعا مش dont give anything يعني مش 2 مش هتديها اي حاجه يبقى كده becomes what becomes 240 ال 4 ما خدتش حاجه نعمل بلس 0 بلس 0 0 4 بلس 4 8 and 1 بلس 2 is 3. طب هنا عايز الاكزاكت نمبر او الاكزاكت انسر يبقى كل اللي عليك هتعمل بلس طبيعي مفيش مشاكل 139 بلس طبعا 242 ونعمل بلس عدد 9 بلس 2 equals 11 1 carry up 1 4 بلس 1 is 5 5 بلس 3 equals 8 and 1 بلس 2 is 3. طبعا بكل بساطه كل الاكسرسايز اللي باقيه برضه نفس الفكره هي 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 تمام تمام. يا رب تكونوا فاهمينهم كويس جدا جدا. طبعا هسيب لكم طبعا الحل موجود في الكتاب الصغير بقى الاكسرسايز دي. طبعا لو في الناس عايزاني دايما احل كل الاكسرسايز يا تكتب لي في التعليقات تمام تمام. انا هحل معاكم اخر حاجه تشالنج دي نفس الفكره هي هي هتعمل راوند تو جنرس 10 10 هنا 2 وطبعا هنا طبعا نيكست 1 7 وهكذا ونبدا نحل عادي. هنحل مع بعض دلوقتي هنحل تشالنج تحدي عشان الناس تبقى ايه. طبعا هنا في التشالنج بتحدي بيقول لي complete the missing digits انا عايز النمبر اللي مش موجود. قلت له it's very easy سهله جدا. what is the number plus 5 يعني كام plus 5 equals 8 طبعا 3. بعد كده 4 plus 2 equals 6 بعد كده 3 plus 1 equals 6 3 plus 3 بعد كده what is the number plus 2 equals 8 طبعا اكيد very easy هتقول لي 6 هنا 6 7 plus 1 equals 9 7 plus 2 دي سهله جدا وبسيطه جدا جدا وركز معايا كويس جدا. هنا next one طبعا what is the number plus 4 equals 5 طبعا 1 8 plus 1 equals 2 طبعا plus what equals 2. هتسأل نفسك ازاي يا مستر ايه تضيف عليها حاجة عشان تصغر؟ لا طبعا مش تصغر هو بس بيصدق بيقول لك يعني 12 بس احنا عملنا carry up 1 لان مفيش number plus 8 يدينا 2 يبقى في الحالة دي 8 plus what equals 12 بدل مفيش 2 يبقى خلاص اشوف 12 8 plus what equals 12 8 plus 4 8 plus 4 equals 12 2 carry up 1 3 على 3 3 plus 1 equals 4 4 plus 5 is 9 what is the number plus 9 equals 4 ايه مستر هي بتصغر؟ لا مش بتصغر ما احنا قلنا ال 4 مش هتنفع يبقى 14 what is the number plus 9 equals 14 طبعا 5 plus 9 equals 14 4 carry up 1 up 3 up 2 2 becomes 3 3 plus what equals 8 plus 5 يبقى هنا خلاص خلصنا سهلة جدا very easy. يبقى هنا لما اقول لك 3 plus 8 plus what equals 2 هل معناها ان ال 8 كده هتصغر؟ لا مش هتصغر هي بقيت 12 بس عملنا carry up 1 اوكي اوكي. يا رب تكون فهمنا كويس جدا جدا كده خلصنا الحصه بتاعتنا. انا سبت بعض المسائل انا عارف كتير جدا بس عشان وقت الحصه ما يطولش مننا. لو الناس حابه ان احنا نحل كله تكتب لي ده في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.